معانا الأستاذ جمال هلال من واشنطن، المستشار السابق في البيت الأبيض. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء النور يا أستاذ مجد. أهلا بك يا أستاذ جمال. قل لنا قراءتك لتصريحات ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق التي يتحدث فيها عن ضعف وسذاجة إدارة أوباما في التعامل مع الجماعات المتطرفة والإرهابية على حول العالم. الحقيقة موقف نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يعتبر موقف ثابت منذ فترة، يعني ليس موقف جديد. هو معترض على سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما منذ أن تولى منصبه، بيعتقد أنه يتميز بالسذاجة في تناوله لقضايا الأمن القومي وقضايا السياسة الخارجية، ويشعر أن هناك تراخي شديد في الإدارة الأمريكية في التعامل مع التهديدات التي تظهر في المنطقة. وأعتقد أن هذه المقابلة اللي قام بها مع فوكس نيوز هي عبارة عن تجسيد لقناعاته منذ فترة طويلة. هو يعتبر من الصقور سواء في الحزب الجمهوري أو في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية بشكل عام، ويشعر الآن بشدة أن لابد أن يتحدث ويتحدث بصوت مسموع. والانترفيو دي غالبا المقالة دي المقابلة دي يعني هتكون بداية لأنشطة أخرى تتعلق بانتقاد سياسة خارجية للرئيس أوباما. هو كان موجود في المنطقة في شهر مارس وزار عدد من دول المنطقة منهم الإمارات ومصر والأردن وإسرائيل. وأثناء وجوده في مصر أتيحت لنا الفرصة أن احنا نلتقي في ذلك الوقت وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي اللي أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، وهو على قناعة تامة أن الرئيس السيسي هو الرجل المناسب لمصر في مواجهة التهديدات التي تعم المنطقة. هذه التهديدات بتتراكم منذ فترة وهي تهديدات حقيقية، وهو يشعر بشكل عام أن في قضايا الأمن الوطني وقضايا السياسة الخارجية لا يجب أن يكون هناك مكان للعاطفة. أستاذ جمال، هل بتعتقد أن إدارة أوباما قادرة أو مؤهلة لتغيير سياساتها تجاه مصر والمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، ونقدر نقول تخفيف دعمها لجماعة الإخوان وبعض الجماعات المتطرفة في المنطقة؟ أنا أعتقد أني بدأ بالفعل نقاش جاد داخل الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في تقييم السياسات الأمريكية في المنطقة. الأمر لن يكون سهل ويتطلب من الإدارة شيئين. الشيء الأول اللي هو الوصول إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب، وهذا قد يعني أن الإدارة لابد أنها تنظر إلى الخريطة مرة أخرى فيما كي تحدد ما هي الدول التي يجب أن تكون شريكة في هذه الاستراتيجية. بعد الوصول إلى هذه الاستراتيجية أيضا يجب أن تبحث عن من هو الشخص داخل الإدارة الأمريكية الذي ممكن أن يقوم بهذا العمل. في الواقع وللأسف الشديد أن الإدارة تفتقر إلى الرجال ذات الحنكة والقدرة على عمل ضخم بمثل هذا الشكل. يعني لا نرى مثلا جيم بيكر آخر في هذه الإدارة، لا نرى حتى من الجانب الديمقراطي بيل كلينتون آخر قادر في هذه الإدارة. في الواقع نرى مجموعات صغيرة قليلة الخبرة، وأنا أشك إذا تمكنت الإدارة بالفعل من أولا الوصول إلى استراتيجية حقيقية لمكافحة الإرهاب، ثم اختيار الشخص المناسب كي يقوم بتنفيذها في المنطقة بالتعاون مع الإدارة. هذا الشخص لابد أن يكون قريب من الرئيس، لابد أن يستطيع أن يتحدث باسم الرئيس، ولابد أن يخلق نوع جديد من المصداقية والثقة. والحقيقة الإدارة تفتقر إلى هذين الشيئين. أستاذ جمال، من خلال متابعتك الدقيقة وخبرتك في السياسة الأمريكية، هل تابعت مشروع قانون أو قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية في الكونجرس الأمريكي؟ وهل ممكن أن يمر هذا القانون في الكونجرس ومجلس النواب، أم أنها لا تزال حتى الآن دعوة ضعيفة؟
الجهود السياسية في مجال مثل هذه المجالات تأخذ في الواقع وقت، ولكن لابد أن تبدأ في فترة ما، وأنا أعتقد أنها بدأت الآن. ربما النتيجة المرجوة لن تتحقق بشكل سريع لأن العمل السياسي يحتاج إلى فترة، ولكنه يحتاج إلى تواصل أيضا. فربما لو فشلت هذه المحاولة سيكون محاولة أخرى بعدها وأخرى وأخرى وهكذا. أعتقد أن هناك الكثيرين الآن من داخل سواء الإدارة أو أعضاء الكونغرس بدأوا يشاهدون صورة مختلفة بعض الشيء. كان هناك ميل دائما إلى التفرقة بين المجموعات الراديكالية الإسلامية، هذه يمكن العمل معها، هذه تعتبر عنيفة إلى آخره. إنما أعتقد وكما قال نائب رئيس تشيني في المقابلة بتاعته أنه ليس هناك أي فارق على الإطلاق بين القاعدة أو أنصار بيت المقدس أو الإخوان المسلمين أو حماس أو حزب الله، كلها جماعات تدعو إلى شيء واحد وتتفق في هدف واحد ألا وهو تأسيس الخلافة الإسلامية. والآن العالم يرى تماما ما يمكن أن تفعله هذه الخلافة الإسلامية التي بدأت تكفر حتى أقرب المقربين لها. فهذه جماعات تهدف إلى الهدم والدمار، لا تهدف إلى البناء. وأعتقد أن هذه النظرة بدأت تزداد تدريجيا، وليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في أوروبا وفي البرلمانات الأوروبية. بدأ كثيرون يتحدثون أن الإخوان المسلمين ما هي إلا المظلة الكبرى التي خرجت منها جميع المنظمات الأخرى عبر 80 سنة الماضية. شكرا جدا أستاذ جمال هلال المستشار السابق في البيت الأبيض.